وخسر كذلك امام اليوفنتوس بنتيجه 0-2. صاحب الصداره ولويس سواريز ولتشكيله اولمبياكوس، بروتو في حراسه المرمى، عبد اللاوي وابوتيا ونيكولاو وكوتريس، امامهم في وسط الملعب روماو وزيدر ساشا واللاعب جيلي، وعاد الى ايفرتون وانضم هذا الموسم للفيو. امامنا هو التبغل والتكدس الدفاعي المتوقع، فريق في اخر اربع مبارياته سدد شباكه في يعني 12 مره. كوس هو من يحمل الارقام القياسيه كره القدم اليونانيه، توج بلد امام اتلتيكو مدريد بالفيو. امامنا يبحث عن اول اهدافه الرسميه، سجل في مرمى شبكوانسي الفريق البرازيلي الشهير طبعا اللي تعرض لحادث الطائره الشهير. ده تلا شيء على اليوفنتوس، ثم واحد لا شيء على نادي سبورتنج لشبونه. المجموعه الرابعه وادي ركنيه، محاوله هنا ولكن على طول رقاب ملحق الاوروبي في كاس العالم 2018 السويد للاعب كان باوليديو. كرات الاماميه مهدي كارسيلا، نادي مهدي كارسيلا، نادي مهدي كارسيلا، الاب اسباني والوالده من المغرب، لعب في ستاندر ليج، لعب ايضا في نادي ان مباراه الجابون ومباراه الاخيره اللي كانت ايضا وديه امام كوريا الجنوبيه كوب تشامبيونز ليج. وطبعا سجل اوروبيا اجمالي 113، النجم الكبير لعب للناديين. وادي الكره على طول مقطوعه حلوه قوي، فدائيه وانطلاقه من جانب اللاعب مهدي، مهدي مهدي كارسيلا، ولكن سهله الكره بتاعت مهدي. ريبور سلوفيني من جانب نادي ليفربول، ثنائيه للمصري محمد صلاح، وطبعا فوز كبير وعريض من جانب فريق اولمبياكوس. لم نرى لي اي هجمه منظمه، مناوشات. وادي امامنا هنا خطا لصالح اللي امامنا اللاعب مهدي كارسيلا، خطا لمهدي. ادي مهدي كارسيلا ملامح لقائين، ولكن طبعا مثل منتخب المغرب ولعب مع المغرب 17 مباراه بدايه من لقاء اجر في 2011، وسجل وديه كان في مرمى كندا في 2006. حتى الان واحد لا شيء. ادي الكره دون وجود بقى راس الحربه، سواريز يفتح في الجنب الشمال، وادي الضغط من جانب اللاعب بوسكيت سيرجي روبرتو، الضغط العالي، الاداء اللي بيتطور، الاداء وفيلانويفا وقبلهم طبعا جوارديولا وريكارد، ولكن البارسا عددي في هذه المباراه. بنلعب في الدقيقه الوقت بدل ضائع، عادي استلام على طول ومحاوله المرور. مهدي كارسيلا، مهدي كارسيلا، فريق لعب له على فكره الجوله الثالثه المجموعه الرابعه دوري ابطال اوروبا تشامبيونز ليج 2017 2018. البارسا بيلعب بعدما سجل، وكان وجود اللاعب دوليفيو اللي غادر الملعب دوليفيو ليكمل البارسا ب 10 لاعبين. استلام من جانب مهدي كارسيلا، استلام على طول هنا من جانب لويس سواريز، كرة ترجع مرة ثانية باولينيو. نادي البارسا ضايع فرص كثيرة الشوط الأول الحقيقة. مرور حلو قوي بذكاء بمهارة من جانب أمامنا هو اللاعب مهدي كارسيلا، ولكن خطأ لصالح مهدي كارسيلا. 28 عام مهدي كارسيلا، دوري الصربي مع بارتيزان بلغراد، وحقق معاهم لقب الدوري ولقب الكاس في الاولمبياكوس في اطار دوري ابطال اوروبا تشامبيونز ليج 2017 2018. لمسه هنا من كارسيلا، العرضيه خطيره، كره لاعب بوسكيت، لكن على طول تغطيه من ليوناردو كوتريس صاحب الهجمه الخطيره. ادي المساحه وادي اللمسه والمراه، اثنين لا شيء. 122 مباراه سجل 100 هدف، حاول يسجل بالايد، وايضا امام انافاس كان في الليجا ايضا يعني ثالث